حاجه. نعم. قول لنا الاسعار عامله ايه السنه دي؟ بس الاسعار حلوه والله يا ابني. بس يعني القوطه كانت زي اول ب 10 جنيه طب النهارده ب 5. انت بتيجي هنا السوق بقالك قد ايه؟ خمس سنين. بتيجي من الغربيه على هنا؟ اه عادي. بتيجي كل اسبوع ولا ايه؟ اه كل يوم بتيجي وتسافري؟ اه من اول 4 لغايه نهايه 5 لغايه يعني بداية 5 اكون مشطبة الزرع ده. اه بتيجي تبيعي هنا بقى توت؟ اه توت بس. بكام بقى التوت؟ ب 15 جنيه. اه ما احنا دلوقتي في الاواخر بتاخده بيبقى غالي اصلا. اه وبعدين الزرع ده مش موجود النواحي. مش موجود ده. لا. موجود بس في الغربية عشان الغربية. وانت شايف ان الاسعار السنة دي مش زيادة زيادة عن التوت؟ والله يا ابني هو الحمد لله والشكر لربنا احنا احلى من غيرنا كتير ونحمد ربنا ونشكره برضه على اللي احنا فيه. احنا نحمد ربنا ونشكره برضه على اللي احنا فيه وبعدين كتر خير الدنيا واحنا شويه لا احنا كتير ده احنا 100 مليون يعني الحمد لله رب العالمين. ايوه ايوه هي غالية بقى. غالية عن السنة اللي فاتت يعني من الموسم ده؟ لا السنة اللي فاتت كانت ب 10 جنيه النهارده السنة دي الروضة ب 5 جنيه كيلو. 5 جنيه كيلو. اه. طب هي الطماطم غالية ليه؟ القوطة غالية ليه؟ اه بس القوطة دلوقتي بقى ب 70 جنيه المول التاجر ليه يقول لك الدولار غالي. كل ما نتكلم مع حد يقول لك الدولار غالي. طبعا. أي سلعة تخش تشتريها من أي حد يقول لك الدولار غالي. انت عندك ايه طيب القوطه غليت علشان خاطر شم النسيم ولا عشان خاطر شم النسيم؟ عشان خاطر شم النسيم. اه هي كل سنه بتغلى في الناس بين العبر والعبر. اه والخيار بكام؟ الخيار ب 4 جنيه. 4 جنيه غلي برضه؟ لا زي ما هو. زي ما هو ما رفعش ولا حاجه؟ لا ما رفعش ولا حاجه. يعني عماله تبقى احسن. نعم كده ربع حضرتك محمد عبد السلام. قول لنا الاسعار عامله ايه؟ اسعار الخضار؟ لا عادي مفيش ارتفاع عالي ولا حاجه. مفيش ارتفاع عشان طبعا كويس ان الموسم بتاعها مش هو الموسم بتاعها ب 4 جنيه كيلو كده طبعا مش ب 3. مفيش ارتفاعات ارتفاعات هنا قوي يعني؟ لا والله كل الناس بيقولوا ده كله مش حقيقه والله. مش حقيقه؟ لا والله. الاسعار الليمون احسن كان بكام في نعمل العاديه؟ شركه ده طبعا مش بشمل نسيم بكام؟ ده ب 10 كان بشركه وفي هنا طبعا في حاجات طبعا الليمون ده انواع يعني حاجات مثلا لكن الاسعار ما ارتفعتش بشكل كبير. في شيء والرجل زي السنه اللي فاتت ولا السنه اللي فاتت ولا السنه اللي فاتت كان بس جايب 5 من السنه دي قدامك والمحل قدامك. اه يعني مشاهد طيب.